اهلا زميلي وائل، ارحب فيك واقول لك كل عام وانت بخير، انت ايضا وجميع الزملاء في الاستديو والكنترول ولضيفك الكريم وجميع مشاهدين قناة اقرأ من منى، من هنا منى. طبعا ما لدي الجديد وائل، طبعا عبر المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهات المشاركة في الحج، الصحة ووزارة الداخلية وأيضا وزارة الحج، ولله الحمد وزارة الصحة أكدت أنه لا يوجد أي أمراض في حتى هذه اللحظة، فيروس كورونا أو أي أمراض تنفسية، كما أن عمليات القسطرة التي حصلت في مستشفى من الوادي 6 عمليات قسطرة وأكثر من 650 حالة تنويم سريري. طبعا هذا أبرز ما جاء من ناحية الصحة، أما من الناحية الأمنية ولله الحمد تم انتهاء المرحلة الأولى والثانية بالنسبة للجهات الأمنية، ونحن الآن بصدد المرحلة الثالثة، ويستعد حجاج بيت الله الحرام بعد فجر اليوم بإذن الله التوجه إلى منشأة الجمرات لرمي الجمار الثلاثة الموجودة عبر المسارات المخصصة لهم من مساكنهم إلى الجمار الثلاثة التي تتهيأ لاستقبالهم بكافة طاقاتها وبكافة طاقمها من المرشدين الصحيين وأيضا قادة الحملات الحج، بالإضافة إلى أن الجمار مهيئة لاستقبال الحجاج عن طريق الأماكن الجلوس للراحة وأيضا البرادات المياه وأيضا أجهزة رذاذ الهواء لتلطيف الأجواء في فترات الصباح والظهيرة. طبعا إبراهيم، أنت موجود الآن هناك في الميدان، ووجودك في الميدان يعني جميل جدا. عملية التنقل للحجاج اليوم، طبعا عملية التنقل هي تكون عبر الحافلات، وأيضا الحافلة تتبع عملية قائد للحافلة، نود أن تحدثنا عن هذا الجانب. جميل. طبعا وفق الجداول التي أعلنتها وزارة الحج وأصدرتها لجميع شركات حجاج الداخل، أن الحجاج يحملون جداول معينة لذهابهم لمنشأة الجمرات أو حتى ذهابهم صباح اليوم للمسجد الحرام، هناك جداول معينة لكل فوج يتقدمهم قائد صحي ويتقدمهم أيضا قائد أمني لتأمين وصولهم إلى المشعر الحرام أيضا، بالإضافة إلى هذه الحافلات لا يتجاوز عدد الركاب فيها 20 راكب نظرا للإجراءات الاحترازية الموجودة في هذه الحافلات، وأيضا تنقلاتهم تسير وفق مسارات معينة، 4 مسارات حددتها وزارة الداخلية لحجاج بيت الله الحرام. طبعا تسير العملية في تنقلات الحجاج بكل أمن ويسور، بكل أمن وسهولة، وأيضا المسارات المعدة للمشاة خلفي مثل ما تشاهدون هي مسارات محددة وفق خطط وضعت من قبل وفق جداول وفق أوقات معينة نظرا لكي لا يحدث حالات ازدحام أو حالات تدافع لا سمح الله، ووفق الإجراءات الاحترازية المتبعة من وزارة الصحة. زميلي وائل،